ناخذ اكزامبل على تصميم لبراكيت بس ديزاين اوف كولوم براكيت. A column bracket having the general features shown in figure. فعندنا بهذا الشكل عندنا هذا البراكيت وعندنا هذا الخصائص مالت البراكيت. يعني طبعا نعطيك هنا الابعاد مالت البراكيت. شوف يعني هذا الكولوم هو 350 ملم وعندنا هاي المسافة هنا 200 ملم وعندنا هنا الفيو هذا اللي هو الفيرتيكال لود وعندنا الانيو سي اللي هو عندنا هوريزونتال لود وهاي المسافه طبعا الاي اللي هي بين الفيرتيكال لود والفيس اوف ذا كولوم اللي هي 140 ملم. خلينا نشوف ايش معطينا بالسؤال. is to be designed to carry the end reaction from a long span بريكاست جيردر. عندنا بريكاست جيردر ويعني هذا البراكت هو شايل لنا النهايه مالت الجيردر. Vertical reactions from surface dead and live load are 110 and 250 225 كيلومتر respectively. يعني عندنا الفيرتيكال طبعا معناها فيرتيكال لود surface dead and live 110 dead و 225 كيلومتر live load applied at AV تساوي 140 ملم. ال AV قلنا هي شنو؟ المسافة من ال vertical load إلى ال face of the column و from the column face اللي هاي هي عندنا 140 ملم. اوكي. A steel bearing plate will be provided for the girder. خلين steel bearing plate. which will rest directly on 125 في 75 في 10 ملم steel angle. يعني البيرنج بليت مالتنا هي شنو انجل هاي steel angle معنا هاي هي البيرنج بليت. بيرنج بليت ماخذينها على اساس هي انجل من الستيل اللي ابعادها 125 في 75 في 10. Anchored at the outer corner يعني الزاوية الخارجية of the bracket. The bracket reinforcement will include main steel يعني التسليح مال البراكيت. ايش راح يشمل لنا؟ المين ستيل اللي هو اي اس سي نرمز له welded to the underside of the steel angle. قلنا انه حتى لا يصير هنا سليب فالمين شوف هذا المين رينفورسمنت هذا هو الاي اس سي هذا هو الاي اس سي وين راح نجي هنا اللحمه وين باسفل الانجل حتى ما يصير لنا سليب يعني نوفر لنا فد انكرج كبير بالمين للمين رينفورسمنت. Closed hub stirrups having total area اي اتش شوف stirrup AH distributed approximately through the bracket depth. ال AH هو على bracket depth هذا ال AH وعندنا هذا ال main reinforcement وتسليح هذا ال hoop اللي هو stirrup. شوف هذا راح نسميه ال AH. اوكي. distributed approximately through the bracket depth على طول ال bracket depth and framing bars in a vertical plane near the outer face. ال framing bar اللي هو هذا. هذا وين؟ هذا ال framing bar. اوكي. شوف framing bar. جاي نوضح المسألة. Select approximate concrete dimensions. فايش قد ال concrete dimensions؟ يعني ايش قد ابعاد هذا الكوربل؟ And design and detail all reinforcement. يعني يريد من عندك ال dimension مالت هذا الكوربل يعطيك ال اللود ويريد من عندك الدايمنشنز مالت هذا الكوربل ويريد التفاصيل مالت التسليح لهذا الكوربل. ماتيريال سترينثز ار يعني شقد السترينث مالت الماتيريال عندنا للكونكريت والستيل. اف براين ساوسي هي 35 ميجا باسكال والاف واي 420 ميجا باسكال.
هسه شو راح ندي الحل؟ ال vertical factor load to P current is أول ما نجي نستخرج اللود، إيش قد مقدار اللود؟ ال vertical الفاكتور يعني راح نضربه في فاكتور حتى نحوله يعني لود اللي هو الارتميت الفيو، فايش يساوي لنا عندنا 1.2 في 110 اللي هو يعني هذا 1.2 الفاكتور للديد لود، ديد لود اللي هي 110، اللايف لود 225 كيلو متر، والديد لايف لود يضرب في 106 فايش يساوي لنا 492 كيلو متر. In the absence of ruler or low friction support but horizontal tensile force، هسه نجي للهوريزونتال تنسير فورس، ايش قد الهوريزونتال؟ فاحنا ما عندنا هنا في رول، يعني ما عندنا روله ولا عندنا فريكشن سبورت، يعني هنا مو روله وانما لا اكو هذا الهوريزونتال، يعني بهالشكل هذا راح يكون مو رولر او سموث حتى نقول ماكو هوريزونتال فورسز. فاذا ايش قد مقدار الهوريزونتال فورس؟ هي 0.2 20% من الـ vertical load، فأخذناها يعني بالمحاضرة السابقة أنه مقدار الـ horizontal load هو بمقدار 20% من الـ vertical load، فإذا 20% في الـ vertical load 492 راح يساوي 98 كيلو نيوتن. أوكي. According to the shear refraction provisions of the ACI code، بس نجد طبعا نشتغل على ACI code. فايش قد الشير فراكشن؟ The nominal shear strength ايش قد ال Vn must not exceed، فما يزيد لنا على، عندنا ثلاث محددات للشير. ايش قد مقدارها؟ هي يا اما 0.2 of prime sub c في ال Bd، او عندنا 3.3 زائد 0.0 of money of prime sub c Bd، او عندنا 11 Bd. فمن الاصغر هي راح نجي ناخذ شنو هذا شير سترينث مال الكورن كريت البيئه. طبعا هنا بالمحاضره السابقه اخذنا، شوف هنا غير فاكتوراتها، واحنا هنا 480 وهنا 1600، طبعا هذا علما بالكبس، يعني في الوحدات هنا راح تختلف بالفوت والباسكال، هذا الوحدات مالته هنا تختلف، يعني هنا غلطان بالكتاب، هي هاي بالنسبه للوحدات العالميه الاس اي يونت اللي هي بالمليم والكيلو نيوتن، فايش قد هي هاي الارقام اللي هي 20% اوف برايم سب سي بي دي و 3.3 زائد بوينت اوف ماني اوف برايم سب سي بي دي، او عندنا 11 في البي دي. فهسه من نجي نطبقهن ثلاثتهن، فاذا طبقنا هنا ال 0.2 في اوف برايم سب سي راح يعطينا 7 في البي في الدي، والحالة الثانية اللي هي 3.3 زائد 0.08 في الاف براين سب سي راح يعطينا 6.1، او الحالة الأخيرة اللي هي 11. فإذا أقل حالة من الحالات أوطأ هنا سترينث شير سترينث، طبعا راح ناخذ هنا الاف براين سب سي معطينا اياها 35 ميجا باسكال بالسؤال معطينا اياها هي للكونكريت. فإذا الحالة الثانية هي الليمت كنترول، الحالة الثانية هي اللي راح تعطينا أقل سترين، فإذا هي هاي اللي راح نعتمد عليها. فإيش قد تعطينا الحالة الثانية؟ تعطينا 6.1 في البي في الدي. Then with VU يساوي لنا الفايل في الـ VN، طبعا يعني الـ VU اللي هو الارتميت، الارتميت دائما شو يساوي لنا؟ يساوي لنا يعني الفاي بمن بالنومينال، الفاي في النومينال سترين. And with column width عندنا الكولوم ايش قد العرض مالته؟ 300 ملم، هذا بالسؤال. فاذا ايش راح يساوي لنا؟ عندنا الفي يو الفي التيميت ايش قد الالتيميت؟ احنا ايش قد مخلين؟ مخلين 492 كيلو نيوتن، هذا الفي التيميت في 10 اس 3 حتى يتحول لنا لنيوتن، يساوي الفاي عندنا هي 0.75 للشير. اوكي. الفي ان، الفي ان شو يساوي لنا؟ الفي ان، الفي ان قلنا هي اوطى حاله اوطى كيس اللي هي 6.1، فراح يكون عندنا كشير هو 6.1، فكفورسز ايش راح نسوي؟ الشير ضرب بيمن في البي في الدي،
شو يساوي لنا هي هاي 6.1 بي في الدي. البي هي عندنا 300 يعني هو عرض الكولوم هو هذا 300 بدنا نشوف عرض هذا الكولوم هو 300 فايضا بالنسبه للبراكت كله هو راح يكون عندنا 300 اوكي. في الدي اذا المجهول الوحيد هنا هو الدي. هسه نجي نحل هاي المعادله ايش راح يعطينا؟ راح يعطينا هنا الدي راح تساوي 358 ملم اوكي. فاذا الدي تساوي لنا 385 ملم. هسه راح نجي استيميتنج راح نفرض انه 25 ملم منين؟ من السنتر اوف ذا مين ستيل الى التوب سيرفيس اوف ذا براكيت. يعني نجي من السنتر مين ستيل وين المين ستيل؟ هذا المين ستيل السنتر مالته هذا السنتر مالته المن الى السيرفيس اوكي. يعني شلون مثل الدي داش يعني كنا نحسب فهذه المسافه هي 25 ملم اوكي. فالتوتال ديبث ايش راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا 400 ملي والبي سيلكتد يعني راح نختار 400. هنا طبعا هنا الدي هي 358 فمن نجي نجمع وياها ال 25 راح يعطينا 383 بس انا راح نختار التوتال ديبث اللي هو الاتش 400 اوكي. فحتى شو يصير عندنا؟ حتى راح يصير عندنا ال دي هي تقريبا راح تساوي لنا 375 يعني احنا هاي الاتش مالها هي هاي الاتش منا هاي منا الى هنا هي هاي الاتش اوكي. فهذه هي الاتش يعني الاتش ما يصير يعني اخليها 383 لا يعني كعمليا ما تصير فراح نسوي 400. فاذا 400 فنقص 25 راح يبقى لنا 375 هو هذا الدي. شوف الدي راح يكون عندنا 375 ملم. طبعا القيمه الحقيقيه او المضبوطه راح تعتمد على السايز يعني ايش قد راح اختار دايميتر للبار اللي هو هذا التسليح الرئيسي ايش قد اختار الدايميتر مالته هو راح يعطينا يعني البعد الحقيقي للدي. فاذا عندنا هنا الزاويه 45 درجه slope is used as indicated in figure هنا شوف هذا الفيجر راح نختار هاي هنا الزاويه 45 درجه. طبعا الزاويه 45 مثل ما نعرف انه المقابل راح يساوي لنا المجاور اوكي. فالسلوب يعني 1 الى 1 هاي اذا الزاويه تكون شنو 45 درجه. فهنا ما تكون هنا 45 درجة هاي الزاوية هي 45 درجة معناها الميلان 1 إلى 1. The bracket depth at the outside of the bearing area will be 200 ملم. شنو هو الـ depth مالت البراكيت اللي هو outside of the bearing area خارج هاي البيرنج اريا يعني وين هذا؟ شوف هذا ايش راح يساوي لنا؟ هذا راح يساوي لنا 200 ملم. ليش؟ على اساس هذا الحساب احنا استخرجناه يعني عندنا هاي الزاويه 45 درجه اوكي هنا 1 الى 1 فهذه المسافه عندنا شوف هاي المسافه اللي هي ايش قد مقدارها؟ هاي المسافه مقدارها 200 اوكي. ف 1 الى 1 او 45 درجه معناها الارتفاع مقابل مال هاي الزاويه ايش قد؟ فهذا ايضا راح يكون عندنا 200 فالاتش كلها هي ايش قد 400 ناقص 200 فاذا هذا الفيس ايش قد مقداره؟ مقداره 200 اوكي. فعلى اساس هاي الزاويه قدرنا انه نحسب هذه المسافه اللي مقدارها راح يكون هو 200 ملم. نجي نشيكها This is not less than 0.5 من الدي يعني المفروض هي مو اصغر من نص الدي اخذنا بالمحاضره السابقه انه قلنا المفروض هي مو اقل من نص الدي. فاذا هنا نجي نشيك ال 0.5 من الدي ايش قد يطلع لنا ال 0.5 من الدي؟ يطلع لنا 187 ملم. هاي 187 فهي ايش قد؟ هي 200 فاذا اكثر من ال 187 اذا اوكي. For the bracket geometry select
selected A V على ال D تساوي لنا ايش قد هسه احنا هنا راح تساوي لنا 0.37. فاذا هي هاي اوكي ما راح تزيد لنا على واحد فحسب الاي سي اي كود، يعني اذا زادت لنا هي هاي عن واحد معناها مو مواصفات براكيت، ما راح يشتغل لنا نفس هذا الشغل اللي على اساس يعني على اساس اشتقينا المعادلات وقلنا انه هو هذا براكيت. فاذا الاي سي اي كود انه يقول لنا انه الليمت مالته المفروض هو واحد او اقل من الواحد. فاذا الاي في يعني هو هذا الشير سبان اللي هو الاي في، هذه هي الاي في اللي مقدارها 140 على الدي اللي استخرجناها اللي هي 375.37، فاذا هي اقل من الواحد، فاذا هذا الشيرك هو اوكي. The total shear friction steel as found from equation 11.9، فعندنا ايش قد الشير فريكشن شير فريكشن ستيل، فايش يساوي لنا؟ هذه هي المعادله، فيساوي لنا ال اي في اف اللي هو الشير فريكشن للستيل، ال في يو فايش قد عندنا اللود الفيرتيكال لود اللي هو 492 في 10 اس 3 على الفاي اللي هي 75.75 في الميو اللي هي 1.4 في الاف واي اللي هي 420، والميو قلنا هي 1.4 في اللمدا، واللمدا هي تساوي لنا 1 في حاله انه نورمال كونكريت، واحنا عندنا نورمال كونكريت فاذا راح يساوي لنا 1.4، اذا الميو هي 1.4، الاف واي قلنا 420 فراح يساوي لنا هنا 1116 ملم مربع. فاذا الاي في اف، فاذا الحديد هنا الشير فريكشن ستيل هذا راح يساوي لنا ايش قد تساوي لنا هنا 1116. البندنج مومنت to be resist is، فاخذنا المومنت شلون نحسب المومنت، قلنا المومنت شو يساوي لنا ال VU في ال AV، VU هذه القوة في ال AV، احنا راح ناخذ المومنت ال AV، هذه هي ال AV وراح يساوي لنا مومنت بهذا الشكل، زائدا ال NUC في هذه المسافة الصغيرة قلنا اللي هي ال H ناقص ال D، هذا ال H ناقصا ال D، راح يصير لنا هاي المسافة الصغيرة، احنا هنا جاي ناخذ المومنت. فأيضا هو راح يساوي لنا بهذا الشكل عزم، فإذا نفس الاتجاه نفس الإشارة، فراح يكون NUC في ال H ناقصا ال T، فال VU هو 492، ال AV اللي راح يكون عندنا 0.14 حتى نحولها للمتر، زائد ال NUC اللي هي 98 كيلو نيوتن، H ناقصا ال T 0.025 متر، فراح يعطينا 71 كيلو نيوتن متر، هذا المومنت التيميت. هسه شنو راح نشوف؟ نفرض الستريس بلوك، قلنا انه اذا كان عندنا البيم شنو عندنا؟ هذا النيوترال اكسس، فعندنا هذا البلوك ستريس، وهنا عندنا طبعا التنشن، فهذا البلوك ستريس عندنا هاي المسافه الدبث مالت البلوك ستريس شنو نرمز لها بال هنا راح نجي نفرضها يعني هذا الدبث مالته هو اي، فراح نفرض يساوينا 50 ملم، يعني هسه راح نفرض الدبث مالت هذا البلوك ستريس اللي نرمز له بي اي راح نفرضه هو 50 ملم. فهسه راح نطبق هذه المعادله على مود الاي اف، شو يساوي لنا المومنت التيميت، اوكي يعني الاي اف هذا الستيل بعد ال هنا مالت الالتيميت، الاي اف يعني المساحه الاريا اوف ذا ستيل المن اللي قام لنا المومنت، شو يساوي لنا المومنت على الفاي اف واي دي ناقصا الاي على 2.
ايش قد المومنت عندنا 71 في 10 اس 6 الفاي 0.75 الاف واي 420 وعندنا الدي هي 375 ناقصا الاي فرضناها 50 على 2 راح يعطينا 644 مليمتر مربع. هذا شنو؟ هذا الحديد اللي راح يقاوم لنا المواد. هسه تشيكينج ذا سترس بلوك ديبث جيبس. فهسه راح نشيك هل هو هذا صحيح سترس يعني هذا السترس بلوك ديبث يعني هذا الديبث اللي هو الاي اللي فرضناه 50 هذا بلوك سترس العمق مالته فرضناه 50 هل هو صحيح؟ طبعا يعني شنو هنا تراي اند ايرور. طبعا بالتراي اند ايرور انت من تجي تفرض وتحل بمعادله لازم تستخدم معادله ثانيه حتى تشيك بيها، ما يصير تجي على نفس المعادله، مو تسوي تراي ايرور على معادله واحده، هنا الخطا انه تسوي تراي اند ايرور على معادله واحده، لا تجي تفرض تحل بمعادله وتشيك بمعادله اخرى. بس هاي معادله المومنت، بعدين هاي معادله شنو؟ معادله سمشن اف اكس يساوي صفر. يعني الاكوليبريوم. فشو يساوي لنا الاي اف اف واي اللي هو شنو يعني الفورسز هنا مالت من مات الستيل هذا شو يساوي لنا؟ يساوي لنا الفورسز مالت الكومبريشن فورسز تنشن اللي تجينا من الستيل تساوي لنا فورسز الكومبريشن اللي جات لنا من الكونكريت. فالاي اف اف واي اللي هو الفورسز من الستيل وعندنا 0.85 اف براين سب سي بي في الاي اللي هي الفورسز المن من الكومبريشن فورسز من الكونكريت. فشنو عندنا هنا المجهول؟ المجهول الوحيد اللي هو فقط الاي فراح يساوي لنا 30. هسه نحسب الاريا اللي تقاوم لنا المومنت الاي اف من جديد يعني مو على اساس ال 50 ما طلعت لنا 50 طلعت لنا 30 فنحسب على اساس 30. فشو يساوي لنا الاي اف؟ راح يساوي لنا هنا 71 اللي هو المومنت في 10 اس 6 على 0.75 اللي هو الفاي في الاف واي 420 في الدي ناقصا الاي على 2 الدي 375 الاي هسه صارت لنا 30 شوف كنا فارضينها 50 طلعت لنا 30 على 2 اوكي ايش قد يطلع لنا الاي اف؟ اذا الحديد راح يطلع لنا 626 ملم مربع. هذا الاي اف الحديد اللي راح يقاوم لنا المومنت. اوكي the tensile force of 98 كيلو نيوتن tensile force اللي استخرجناها requires an additional steel area. ايش قد الستيل اريا؟ فعندنا ماخذين احنا هاي المعادله نحسب بيها الستيل اريا للتنسايل فورسز راح يساوي ان يو سي على الفاي اف واي يعني هي قوه التنسايل اللي هي قوه شو تساوي لنا؟ الاف واي اللي هو سترس مالت الحديد يعني كتنسايل في الاي ام يعني هنا من نجي يعني هذا الان يو سي فايش راح يقاوم لنا؟ هو نحو اليمين اكو حديد راح يقاوم لنا نحو اليسار اللي هو منين جاينا؟ اكو هنا اديشنال يعني فد حديد اضافي يعني هذا الحديد قلنا منين يجي لنا الاي اس سي؟ يجينا من المومنت ومن ان يو سي. حسبنا المومنت راح نحسب ان يو سي، ان يو سي هي راح تكون الاف واي في الاريا. فاذا هنا الميو سي هي 98 في 10 اس 3 على الفاي اللي هي 0.75 في الاف واي اللي هي 420 راح يعطينا 311 ملم مربع. فاذا هسه حسبنا الحديد عندنا حديد الاي ان اللي هو هذا الحديد الاديشنال اللي نحتاجه للتنسايل اللي هو 311 وحديد الاي اف اللي قاوم لنا المومنت اللي هو 626 وعندنا الحديد للشير اللي هو 1116. هسه نريد نشوف الحديد ايش قد. Thus from equation هاي المعادلات اللي اخذناها the total steel area at the top of the bracket must not be less than اذا عندنا حالتي المفروض مو اقل من الاي ستيل هنا اي اس سي يعني الحديد اللي موجود فوق هذا الحديد ايش قد؟ ايش راح ناخذه؟ لازم اكبر من الاي اف زائد الاي ان. من الاي اف اللي هو 626 يعني حديد اللي قام لنا المومنت هاي الحاله الاولى. اذا كان عندنا مومنت وتنسايل فورسز اللي هو 311 يعني يا اما عندنا مومنت وتنسايل فورسز فايش قد المفروض؟ 937
مليمتر مربع. فإذا الحديد اللي راح أخليه مفروض أكبر من 937 مليمتر مربع. أو عندنا الحالة الأخرى، شنو لازم أكبر من 2 على 3 من الـ AVF اللي هو حديد الحديد الشير زائد الـ NA حديد التنسال. فإحنا قلنا حالتين، يعني حالة المومنت والتنسال، أو 2/3 من الشير والتنسال. فإذا 2 على 3 الشير اللي هو 1116 زائد التنسال فورسز اللي هو الحديد المحتاج للتنسال اللي هو 311، فيساوي لنا 1055 مليمتر مربع. إذا من اللي راح نحتاجه؟ من اللي سيطر لنا على الوضعية؟ المينيموم ستير ريكوايرد هو القيمة الأعلى اللي هو سكند ريكوايرد كنترول. شوف القيمة الأولى ايش قد مقدارها؟ مقدارها القيمة الأولى 937، القيمة الثانية هي 1055. إذا من هو الكنترول؟ من اللي راح يسيطر؟ المينيموم يعني أقل حديد أخليه اللي هو القيمة الأعلى، معناها هو اللي راح يسيطر لنا هو الشير والتنسال فورسز. لأن لو خلينا 900 على أساس المومنت والتنسال فورسز، فال 937 صح إنه ما راح يصير الفشل بالشير والمومنت، ولكن وراح يفشل، راح يفشل لنا بال عفوا التنسايل والتنسايل والمومنت، ولكن وراح يفشل لنا بالشير والتنسايل. ليش؟ لأنه هذا يحتاج لنا إلى حديد هنا أكبر. الـ ASC minimum ايش قد نخلي حديد minimum هسه؟ هو 0.04 من في الـ F prime sub C على F Y في الـ B 50. 0.04 في F prime sub C 35 على F Y 420 في الـ B 50. البي 300 والدي 400، فش راح يعطينا 400 ملي متر مربع. اذا اقل حديد نخليه مينيموم هو 400، و يعني هاي مو هي الكنترول. ليش احنا راح نخلي اكبر اللي هو 1055؟ توتال اوف 3 نمبر 22، يعني راح نخلي يا حديد هذا بال 22 بارس بروفايدنج اي اس سي اس سي اللي هو 1161 ملي متر مربع. والبيوس يعني راح نخلي ايش قد؟ كم بار راح نخلي؟ راح نخلي ثلاثة بار من ال 22، فراح يعطينا مساحة 1161 ملم مربع اللي هي أكبر من 1055، معناها أوكي، يعني ما يصير أخليه أقل، فإذا معناها أوكي. Closed hoop steel having a total area الـ AH، مفروض الـ AH ايش قد؟ Not less than 0.5 الASC ناقصا الAN must be profiled. وعندنا أخذنا جزئناها، قلنا هي المعادلة الAH المفروض أكبر أو تساوي نص الAF، فالAF هي 644، فهنا نصها راح يكون 322، and الAH هو أكبر من 0.5 في 2 على 3 الAVF فراح يكون 372، يعني نفس هاي طبعا، فجينا جزئناها لهاي الحالتين، فنشوف ايش قد راح نخلي. The second required control يعني هنا هذا هو الاكبر، اذا لازم نخلي على اساس الاكبر، فاذا هو هذا اللي راح نختار 372 ملم مربع. فاذا راح نختار او بالعشره نمبر 10 3 أو بالعشرة closed hoop will be provided، هذا للهوب giving total area ايش قد راح يعطينا؟ 426 ملم مربع، هو أكبر من 372، إذا أوكي this must be placed within 2 على 3 of the effective depth of the main steel. فإذا وين راح نخلي هاي؟ شوف 3 بالعشرة، فوين راح نخليها؟ نخليها هاي بعدها اللي هي الـ AH، نوزعها على اليمن على ثلثين، شنو هذا الثلثين؟ هذا شوف احنا ماخذينها بالمواصفات طبعا، انه لو نجي نشوف من شوف هنا شنو بعد ثلثين دي، شوف هذا الحديد قلنا نخليه ثلثين دي، اوكي فهذا نوزعه على ثلثين من دي. فايش قد تساوي لنا هنا ثلثين من الدي؟ هاي المسافة ثلثين من الدي هي 190 ملم،
فهذا الحديد نخليه على هذه المسافة. فالسبيسنج ايش راح قد راح يطلع لنا 63 مللم will be satisfactory as indicated in figure. فايش قد هاي المسافة من نجي نحسبها هي 63 مللم. اوكي. A pair of number 10 framing bar. ابو العشرة ايضا راح نجي ناخذه نخليه على اساس framing bar will be added at the inside corner of the hole to improve the anchor as shown. شوف الفريمينج هذا الفريمينج بار ابو العشرة راح نخليه 2 نمبر 10 ستيل هذا حتى يخلي لنا فد انكر هنا هذا نسميه الفريمينج بار. اوكي فهسه حسبنا كل الحديد اللي موجود هذا الحديد الاي اس سي حسبناه ايش قد وحسبنا هذا الحديد الاتش وحسبنا الحديد اللي هو الفريمينج بار. طبعا هنا الحديد المين رينفورسمنت هذا بال 22 فراح لازم احنا نخلي له فد انكرج حتى ما يصير بينا حتى ما يصير سليب. بالجهه اليمنى خلينا شيء راح يسوي ولدنج يعني راح اللحمه بيمن بالاندر سايد بالجانب الاسفل بالستيل انجل. وهنا مو بالجانب وانما اسفل عفوا يعني مو جانب وانما اسفل الانجل هاي الستيل انجل. شوف هنا هذا بالجانب الايمن هذا هو الحديد الرئيسي راح اللحمه هنا حتى نولد فت انكرج حتى ما يصير بيسلب راح اللحمه هنا بالاسفل هاي الستيل انجل راح اللحمه هنا وبعدين راح نجي نعقفه بهذا الشكل ب 90 درجه حتى نولد لنا فت انكرج.